جمال محمود عويضه نائب رئيس النقابه العامه لعمليه الطلاب العقاريه المستقله ورئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقله بالتعليم النوعي. طيب حضرتك موجود معانا ليه النهارده؟ انا موجود النهارده الحركه العماليه لازم يبقى فيه تلاحم بين الحركه العماليه وحركه الطلاب اللي موجوده داخل مدينه المنصوره، لان احنا من خلال خبرتنا في العمل النقابي في خلال السنوات اللي فاتت واللي استفدناه من وجودنا داخل مركز الدراسات الاشتراكيه في القاهره وحزب الكرامه في القاهره وانشاء النقابه المستقله للعمليه بالطلاب العقاريه، والحلم بتاعنا اللي اتحقق في تكوين الاتحاد المصري للنقابات المستقله بوجود 203 نقابه عماليه 26 نقابه عامه وباقي نقابات فرعيه، ده دفعنا بان احنا لازم يبقى لنا تواجد داخل المحافظات، وبالتالي تم تفريخ كل ده في مجموعه المحافظات ال 29 محافظه على مستوى الجمهوريه. نجحنا في 5 محافظات حاليا زي بورسعيد اتعمل فيها اتحاد اقليمي، زي اسكندريه اتعمل فيها اتحاد اقليمي، زي الغربيه اتعمل فيها اتحاد اقليمي، زي السويس، والدقهليه الحمد لله في خلال الشهر اللي فات كنا عاملين اتحاد اقليمي وبدانا نجمع النقابات. فاكتشفنا ان في مجموعه طلبه تابعين لمركز الدراسات الاشتراكيه اللي ساعدونا زمان واحنا في القاهره سنه 2007 واعداد اللوائح الخاصه بنقابه التدريب العقاريه المستقله وكل ما يخص التدريب العقاريه، فكان لازم يحصل نوع من التلاحم داخل مدينه المنصوره نبدا بها وبعدين نتحرك على باقي المحافظات. طيب لو شباب الثوره عاوز يتضامن مع العمال ومع الحركه النقابيه تقول لهم ايه؟ ده يا ريت، انا تحت امرهم في اي وقت، انا عندي دورات تدريبيه هديرها في خلال الفتره اللي جايه، يا ريت ان يتم تجهيز عدد معين 5 كل دوره اعتبرهم ضمن العدد كانهم نقابه ضمن النقابات اللي داخله عندي، يدخلوا 5 المره الجايه الاسبوع الثاني يدخلوا 5 اخرين، الاسبوع اللي بعديه يدخلوا 5 اخرين، وانا جاهز على استعداد ان انا اخذهم للمواقع العماليه التحتيه سواء في مصانع السماد او الكهرباء او المطاحن والغلال او الزيوت والصابون او حتى بائع الجرايد، لان احنا معانا نقابه بائع الجرايد موجوده او مراكز المعلومات ايا كان سواء بالنسبه للموظفين او بالنسبه للعمال. طيب هل في صفحه على الانترنت او على الفيسبوك للاتحاد النقابات المستقله هنا؟ عندنا صفحه على الفيسبوك باسم الاتحاد النقابات المستقله بالتعليم. هل ممكن للشباب انهم يتواصلوا معاكم عن طريقه؟ يا ريت يا ريت، احنا بندور على اي حد ينشط العمل اللي احنا بنقوم فيه على الصفحه. تمام.